النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم المناطق، انخفضت قليلا درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس، واستمرت الرياح الشرقية بالهبوب التي زادت من الشعور بالبرودة. خلال الساعات القادمة خلال يوم الأربعاء تعود وترتفع درجات الحرارة مجددا مع بدء تأثر المملكة بالجبهة الهوائية الدافئة المرافقة لمنخفض جوي يتمركز إلى الغرب من تركيا يوم غد الأربعاء، على أن تصل تأثيرات هذا المنخفض الجوي اعتبارا من يوم الخميس. سنتحدث في تفاصيل هذا المنخفض الجوي خلال هذه النشرة، لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال في هذه النشرة، وهي الطقس المستقر المتوقع خلال نهار اليوم الثلاثاء وخلال يوم الأربعاء، لكن جبهة هوائية دافئة يوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرار الطقس مستقر بشكل عام، ومنخفض جوي كتلة هوائية باردة تبدأ بالتأثير على المملكة اعتبارا من يوم الخميس. صور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار الكميات من الغيوم العالية بدون فاعلية، هي غيوم مرافقة لمنخفض جوي يتمركز إلى الغرب من تركيا. الجبهة الهوائية الدافئة المرافقة لهذا المنخفض الجوي تؤثر نهار اليوم الثلاثاء على مصر، على أن تنتقل تدريجيا يوم الأربعاء لتؤثر على منطقة بلاد الشام. هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المتوقعة ليوم غد الأربعاء مع اقتراب هذا المنخفض الجوي تمركزه إلى الغرب من تركيا، والكتلة والجبهة الهوائية الباردة المرافقة لها تبدأ تعبر الأراضي المصرية، بالمقابل كتلة هوائية دافئة نسبيا تعبر أجواء المملكة وعموم منطقة بلاد الشام يوم الأربعاء، هي عبارة عن جبهة هوائية الدافئة في مقدمة هذا المنخفض الجوي. ترتفع قليلا درجات الحرارة وتنتشر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في عموم المناطق. هذا المنخفض الجوي سيتحرك تدريجيا نحو المملكة خلال يوم الخميس. درجات الحرارة المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة بإذن الله. يوم الأربعاء كما ذكرنا جبهة هوائية دافئة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة قبل أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وحد وملموس مع بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي الذي تراجع تصنيفه ليصبح من الدرجة الأولى، حيث تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية خلال التحديثات الماضية، لكن مع اقتراب الفترة واتضاح الصورة حول هذا المنخفض الجوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الأولى، وهي درجة المنخفض الجوي الضعيف الفعالية. درجة الحرارة كما ذكرنا ستنخفض بفعل الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي اعتبارا من يوم الخميس، وتنخفض أكثر خلال يوم الجمعة بإذن الله. خرائط توزيع الأمطار المرافقة لهذا المنخفض الجوي اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، تقترب الجبهة الهوائية الباردة من المملكة اعتبارا من ليلة الأربعاء على الخميس، على أن تبدأ الأمطار بالهطول في العديد من مناطق المملكة اعتبارا من صباح يوم الخميس الشمالية الوسطى وأجلام المنطقة الجنوبية. تستمر فرص الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى خلال نهار يوم الخميس، تتراجع قليلا حدتها في المنطقة الجنوبية. أيضا تستمر الأمطار بالهطول خلال ليل الخميس على الجمعة، تتراجع خلال ساعات نهار الجمعة على أن تعود وتشتد هذه الأمطار وتتسع رقعتها من جديد اعتبارا من مساء يوم الجمعة وليل الجمعة على السبت، على أن تشمل المنطقة الشمالية الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، وتستمر فرصها خلال ساعات صباح يوم السبت على أن تتراجع ويبتعد هذا المنخفض الجوي اعتبارا من مساء يوم السبت. وبالتالي عطلة نهاية الأسبوع ستكون باردة ماطرة على فترات رياح نشطة أيضا وانخفاض في درجات الحرارة. الرياح النشطة قد تعمل على إثارة الأتربة الغبار وحدوث موجات غبارية في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمناطق الصحراوية بشكل عام خلال يومي الخميس والجمعة. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة غيوم متفرقة 8 درجات مئوية، ترتفع درجات الحرارة قليلا خلال ساعات الليل الملموسة 6، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 17 درجة مئوية، ارتفاع واضح لدرجات الحرارة مع طقس غائم جزئي بغيوم عالية ومتوسطة، ليلا 8 درجات مئوية. الخميس تبدأ المملكة تتأثر بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المرافقة له، انخفاض ملموس على درجات الحرارة
11 درجة مئوية كحرارة عظمى مع فرصة لزخات من الأمطار، 6 درجات مئوية خلال ساعات الليل هذا مع استمرار الفرص للأمطار. يوم الجمعة المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة مع تعمق الكتلة الهوائية الباردة، 10 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 5 درجات مئوية. بهذا ننهي عشرتنا للقاء.